لكن هي تتكلم عن أمر آخر في غاية الأهمية، الأزمة المثارة وهي حاليا، قضية المثليين. المثليين. نعم، المثليين دي ده الـ 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 يعني هذا من الكبائر نعم، بإجماع المسلمين، بل بإجماع العقلاء، بل بإجماع كل أصحاب الديانات السماوية والحضارات الأرضية. مفيش إنسان عاقل خلقه الله سبحانه وتعالى على فطرته أباح هذا الأمر أو سلك سبيله، هذا إنما هو شذوذ في الفطرة وانتكاس عن الخلقة التي خلق الله الناس عليها، فلا يجوز. وهناك أمر أيضا مهم آخر، بعض الشباب وبعض أبنائنا يأتي إلى مثل هذه الصفحات التي هي للمثليين وغير هذا فينشرها أو يشير. ما أنت خلي بالك، يعني أنت بهذا تشارك في هذا الإثم، لازم الإنسان يبقى واعي. يعني أصبحت الآن وسائل التواصل الاجتماعي منفتحة على العالم، وأصبح العالم كالقرية المفتوحة، فأنت مسؤول عن تصرفاتك، فلا تفعل تصرفا تحاسب عليه أو تكون سببا في نشر ثقافة فاجرة داعرة شاذة لا علاقة لها بالإنسانية ولا علاقة لها بالفطرة السوية التي خلقها الله تعالى. ولذلك فهذا أمر يجب علينا جميعا أن نتكاتف ضده، ونحذر أبناءنا من يعني التعامل مع هذه المناهج والأنماط الغريبة عن مجتمعاتنا وعن إسلامنا وعن ديننا.